ليس سهلا دخول معركة عالم الفضاء الإلكتروني، حيث تتسيد منصات التواصل الاجتماعي منشورات الملايين من العراقيين. لكن لسان السلطات نطق بقرارات أسماها بملاحقة صانعي المحتوى الهابط، والتي أخذت صداها الواسع في البلاد في الأسابيع الأخيرة، سيما مع ما نسبته وزارة الداخلية لشكاوى عائلات حول وجود مواد تخدش الحياة العام وتسيء للذوق المجتمعي. التأييد عند فئات مختلفة من المجتمع قابله رأي خبير وقانوني بما يتعلق بضمان حقوق حرية النشر والتعبير، خاصة وأن عنوان ملاحقة المحتوى الهابط اعتبر من العناوين غير المحددة بإطار معين، ما أشعل المخاوف بين أوساط النشطاء والصحفيين. وفضلا عن ذلك، حذر قانونيون من المادة 226 الموضوعة في زمن النظام السابق والتي تعني إهانة السلطات، حذروا من عودتها بشكل تعبيري مختلف، وهي لا تنسجم مع الوضع الحالي في البلاد من توجه دستوري يفترض أنه يدعم الحريات. برز الحديث بلغة الحذر عندما وجد مختصون مساحة فضفاضة في عنوان ملاحقة المحتوى الهابط قد تفتح الباب لاعتقال صانعي محتوى افتراضي، وهو ما يمس بحقوق استخدام الانترنت العالمية التي تضمن حرية الناشر وصناعته المحتوى. التحذير تبع بمخاوف مراقبين من أن يصبح قرار ملاحقة صانعي المحتوى الهابط سلاحا في يد جهات سياسية قد تفسر بعض المحتويات المنشورة على أنها مسيئة لأحزابها أو شعبيتها في البلاد. اعتقالات الداخلية الأخيرة لعدد من صانعي المحتوى الهابط كما حددته الفرق المختصة أمنيا وقانونيا أحدثت جدلا واسعا في الشارع العراقي من حيث المؤيد والمعارض، لكنها كشفت عن التعامل بمواد قانون العقوبات القديم التي لا تناسب انتشار التكنولوجيا في الزمن الحديث، وكذلك تجهل التحولات التي مر بها العراق سياسيا وثقافيا ودينيا لأكثر من عقدين. المرصد النيابي العراقي أحصى أكثر من 4000 قرار وقانون ضمن قانون العقوبات لعام 1969، وهي برأيه تحتاج إلى معالجة أو إلغاء، كما يؤكد أن هذا الكم الهائل من القوانين يواجه فقرا تشريعيا كبيرا من قبل مجلس النواب على مدى سنوات طويلة.